المبادرة الرئيسية للكشف عن أمراض سوء التغذية هي إحدى المبادرات التي يدعمها السيد رئيس الجمهورية. طبعاً في عدد مستهدف من الأطفال وهو 14 مليون طفل بواقع 27 محافظة، بيكون المرحلة العمرية بتاعتها من سن 5 سنين إلى 12 عام، من المرحلة الأولى الابتدائية إلى المرحلة السادسة. لما الطفل بيثبت إيجابيته للمرض وفقا طبعا للبروتوكول، بيتم تحويله على عيادات الرأس بالهيئة العامة للتأمين الصحي، واحنا مجهزين 255 عيادة تقريبا وفقا طبعا لمعايير مكافحة العدوى بأحدث الأجهزة لفحص وعلاج الأطفال اللي أثبت إيجابيتهم للثلاث أمراض، سواء الأنيميا والسمنة أو التقزم. عارفين ان الانيميا دي بتيجي نتيجة سوء تغذية، نتيجة ان الاطفال ما بتحافظش على اهمية وجبة الفطار. بنعمل حاجة اسمها تثقيف صحي، نشر الوعي الصحي بين الطلبة، وكمان بنوصله لاولياء الامور وبعض المدارس بندي للمدرسين. من ضمن الحاجات اللي ممكن تعمل انيميا الاكل الغير صحي اللي الطفل بياكله من الشارع ايا كان، سواء اكتشفنا انيميا او اكتشفنا ان الطفل وزنه زايد عن حد الطبيعي، ده بيبان من وزن وطول وعمر الطالب، بيطلع لي كتلة الجسم اللي بيها بعرف ان اذا كان ده عنده سمنة او مش. كمان من الطول ومن العمر ببدأ اعرف اذا كان الطفل ده عنده قصر قامة او مش.